السلام عليكم اخوتي، لاباس عليكم؟ هاني كلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غنتعلموا كيفاش نردوا السيل ديالنا ريسبونسيف. وباش نشرح لكم هذا كيفاش نردوا ريسبونسيف، قررت نخدم على واحد السيت كنا ديجا صوبناه. المهم هذا هو اللي كتشوفوا حاليا. توكلوا على الله، على بركه الله سيدي نردوا السيل ديالنا ريسبونسيف. خليكم معايا، راكم واسفين. اول حاجه اخوتي قبل ما نبدا، الكود سورس ديال البروجي ديالنا غنحط لكم في الديسكريبسيون. هو هذا كما كتشوفوا، دابا تطورت القضيه شويه ملي نخدموا في الجيت هاب. انا حطيت لكم البروجي كامل بالتصاور ديالو بكل شيء. تكتبوا اسبركو هنايا على داونلود اوبن ان ديسكتوب، داونلود زيب الا بغيتو تيليشارجيو من رار، وصافي هادشي اللي كاين. نتوكلوا على الله، هذا هو السيت ديالنا. كما كتشوفوا شنو هي ريسبونس، كما كتعرفوا شنو هي ريسبونسيف، هي السيت ديال كيتفاعل مع الطول والعرض ديال ليكرا. مثلا هنا الى صغرت الويندو ديالي، هاولي إذا صغرت الويندو ديالي بحال هكا، كما كتشوفو هنا مكاينش شي صغير، ولكن هنايا التصاور مبقوش باينين كاملين. أنا السكرول كيخرج، وكما كتشوفو هادشي كيتعنفج، يعني مصالحش كاع. ضروري نتا إلا صوبتي سيت راه خاصو يكون ريسبونسيف، ممكنش تصوب سيت عادي، سيت كيتناسب غير مع الشاشة اللي عندك في البيت، ميمكنش. هنا كما كتشوفوا بزاف ديال المشاكل، غنحاولوا نعالجوا وحده بوحده. اول حاجه كما قلت لكم، القضيه ديال ريسبونسيف سي اس اس كيعاون بزاف، حيت كنخدموها غير في السي اس اس، ممكن لا جافا سكريبت لا والو. مع العلم انه اللي كيسمع مثلا ريسبونسيف، السيت ديالك غيتوافق مع الشاشه، مع الطول ديال الشاشه ومع الارتفاع ديالها، كيفكر في جافا سكريبت. ولكن الحمد لله السي اس اس 3 كيساعد بزاف. اش كتسمى هاد الحاجه اللي كنخدموا بها؟ الميديا. نديروا هنايا واحد الكومونتير. بالنسبه للدراري الكود، تقدروا تلقاو شي تغييرات ما بين هاد الكود هذا اللي غنخدموا دابا والكود اللي حط لكم في الديسكريبسيون، حيت ما كنقلش، كنحطش الكود اللي حاط لكم في الديسكريبسيون، كنعاود نكتبو، كنحاول نخدم معكم داك الشيء من جديد ونيت باش تفهموا. حتى الا شي اختلاف، ما يكونش اختلاف كبير، يكون مثلا غير دابا 55 بيكسل 33 كذا، المهم ديك المضمون راه غيكون هو. والمهم في كل شيء انكم نتوما تفهموا كيفاش تردوا السيت ديالكم ريسبونسيف. هنا يا سيدي كنديروا ماكس ويت، يعني هادشي اللي هنا مثلا، هنا هادشي اللي غنكتب هنايا، دابا هاد السي اس اس اللي غنكتب هنا كله كينطابق ولا كيتيكزيكوتا ولا كيتطبق من الزيرو لهاد الماكس ويد اللي غنحط. مثلا حتى 700 بيكسل، كل ما فوق ما غيكون ليكرون الطول ديالو من بين زيرو ل 700 بيكسل غيوقع على التغييرات هاد. التباقي كيبقى كما هو، مثلا هادشي كامل يبقى هو الا داكشي اللي غندير هنا هو اللي غيتغير. دابا هنايا قبل ما نبداو الخدمه، نشوفوا بعدا حنا شنو باغيين ندير، نشوفوا الطول اللي غنبداو مثلا هنا التصاور في هذا الطول كيبانوا لي مزيان في هذا الطول هذا، باش كنزيد نقص كيبان السكرول هنا لتحت كيتخربق. صافي هادشي هنا كيبدا يتخربق، يعني هذا الطول هذا بغيتو بالضبط، شنو غندير؟ دير كنترول شيفت شي ولا ها هي كدير كليك دغوات انسبكت، هي كنترول ادماج هي شيفت ماجيسكول، يعني شيفت جي. انا عندي كنترول شيفت شي، صافي ها هي بات ماجيسكول هي شيفت. هنايا باش كان كما كتشوفوا هاد السكرول باش كيبان لي هنايا، ها هي الفوق كتافيشا الى لاحظتوا كتافيشا الطول. مثلا هنايا غنوقفو حنا حد 1030 بيكسل،
1030 بيكسل مزيان. اذا نحيد عليا هذا نجي لهنا غندير 1030 بيكسل. شنو اللي غيتغير؟ قلنا نجيو لهنا ونشوفو هنايا هاد الديف، ممكن تشوفو هاد الجروب كلاس جروب. في الاول كانت ديسبلاي فليكس جوستيفاي كانت سنتر. نجيو سيدي لهنا، شنو غنردوها؟ خليها ديسبلاي فليكس، يعني ما غنقيسهاش في ديسبلاي فليكس. جوستيفاي كانت سنتر ما عندنا ما نديرو بيها. دابا ديسبلاي فليكس اوتوماتيكمون ولا باغ ديفو الفليكس ديريكشن كتكون رو، يعني باغ لين. هنايا فليكس ديريكشن هنا نردو حنا كال، يعني هكا تجي فيرتيكال. نرجعو لهنا اكتواليز، نصغرو هاد الشي كيما كتشوفها هو ولا صغير. هانتا طف كنوصلو 1030 كتولي صغيرة. دابا بغينا نردو في الوسط، سهلة مهلة، نديرو الاين ايتمز نديرو لها سنتر. نرجعو لهنا طف غنولو سنتر مزيان. دابا لي زيماج قديناها هانتوما، هما تقدو لي زيماج، يعني ما عندنا فيهم حتى مشكل. نرجع سيدي بالنسبة لونتي انا راح تصور، يمكن نحيدوها كاع نخليو غير هذه اللي الفوق، ولكن مزيانه. انا علاش مزيان؟ ما قبضتش ودرت نيشان الباك جراوند وحطيتو نيشان هكاك، عطيت له الاي غيل ديالي. اللي تفرج في الفيديو اللي قبل اللي صوت بها السيت راه شرحت هذا الشيء. انا ديال الباك جراوند بوزيشن سنتر، يعني ديما يكون في السنتر. واخا التصويره ديالك كتكون كبيره كيبين لك غير السنتر ديالهم، كيبين لكش التحتاني وكيبين لكش الفوقاني ولا اليسار. انا باك جراوند سايز كوفر، يعني كيغطي لك كاع الاخر. بالنسبه للويت 100%، يعني باش كيشد لك الباج كامله. والهايت كان ما كنديروش 100%، حتى الا درتي 100% ولا كان ما يمكنش. الا درتي 100% غيشد لك كلشي، يشد لك هادشي كامل 100%، يعني امبوسيبل. نبغي نشدو غير هاك، غير البلاصه هاد ليكر كنديرو في اش 100 في اش. وبالنسبه لديك الاتاشمنت، هاد اللعيبه هادي كما كتشوف كيبقى في بلاصتو بحال الريد، بحال اللي كدوز الريد. الشارجم كيبقى في بلاصتو انت كدوز الريد، المهم بحال هاك هادو كيبقى في بلاصتو. هادي هي اللعيبه ديالها. المهم هذا غير تذكير وصافي، ما عندها حتى علاقه بريسبونس. باك جراوند اتاشمنت فيكس مزيان تريبي. دابا هنا اسمحوا لي، هاد التيتر هذا نهزو هو وليا نحطو سيدي هنا نعاود نجيبو ندير واحد الطابيلاسيون باش يتقاد هاد الشي. كيما كتشوفو الفونت فاميلي ما عندي ما ندير بيه، البوتم كادر بوردر باك جراوند البادين تا هو نخليه، البوردر راديوس الباسيتي حتى حاجة مغتغير، بقا كلشي بحال كيكا. هنا نفس الشيء تكست ديكوريشن بوردر بعدين كادر شي كامل مزيان. غنبدلو غير هاد، انا مثلا غنرد 55 وهنايا مثلا 20. كيما كتشوفو ها هو، شو كي كان دابا، شو كيفاش غيولي مأدب. برافو مزيان هكا احسن، احسن من ليك مزيان. دابا ندوزو لهادي. هادي انا بانت لي نحب نردها في الوسط، كما كتشوفوا المساحه صغيره هنا ما جايش تبقى في الجنب، نردوها في الوسط على بركه الله. نرجعوا لهنا كما كتشوفوا هذه هي البانير، درت لها سميتها بانير. نجيو لهنا بانير نهزوها نشوفوا شنو غيتغير. هذه هي الخدمه ديال ريسبونسيف كما كتشوفوا ساهله مهل، حيت كنضرب السي اس اس ديالك بطبيعه الحال اصاحبي. باك جراوند ما غيتغيرش، البادين بعدين تا هو ما غيتغيرش، بوزيشن توب حتى حاجه ما غتغير. غنزيدو غير واحد الحاجه صغيره، جوستيفاي كانتنت ماشي جوستيفاي كانتنت، اللي كنديرو في ديسبلاي الاين ايتم. لا ماشي تا هي تكست الاين سنتر اكتواليزي هما ولاو في السنتر مزيان. نزيدو نوسعو بيناتهم لي سباس، ما يكونش شي لاصق في شي.
انا نزيدو البادين ديالو، كل واحد البادين ديالو غنزيدو، نرجعو لهنا بانير ا، هاي نهزوها هذا. طابيلاسيون هنا كيما كتشوفو الكالر والديكوريشن ما غنبقاش فيهو. البادين هذا ديال التوب، التوب والبوتن غيكونو بجوج 18 بيكسل، بالنسبة 8 بيكسل الجناب. هنا نزيدو هنايا نردوها مثلا 20 بيكسل، هي قضية وساعات شوية مزيان، ونرجعو نعاودو هاد الشي مزيان، بوم هاهي ولات في اليسر مزيان اسيدي، خليها بحال هكا. واخا ميجيش هاد الشي يعني 100% واعر، ولكن المهم حنا كنضبطو الريسبونسيف وصافي. لكم واسع النظر واسع الاختيار، ديروا اللي عجبكم نتوما في السيت ديالكم. انا الا بغيتو عاوتاني نقصو السايز نقصوها شوية، غنجيو لهنايا هاد بلوك تروة، شوفوا هنا البلوك تروة ديالنا فين راه، راه هو بلوك تروة كيما شتو، حتى حاجة ما غتغير فيه بالنسبة لهادشي اللي عندي قبل، باك جراوند و بادين و بوردر حتى حاجة ما غتغير. هنا غنزيد الفونت سايز او مثلا 15 بيكسل اللي كنخدم بيها في الغالب، اكتواليزي هاهي هو صغر صغر الكتابة شوية باش تلاحظوا الفرق، هاهي كان شو قداش كانت هي صغر المهم اخوتي، هذه هي الطريقة كيفاش كتصاوبو سيت ريسبونسيف، كيما كتشوفو ساهلة ماهلة. هاد الميديا هادي يمكن تلعب عليها كيما بغيتي، ماكس ويت يمين ويت مثلا ديرها من صفر لألف وتلاتين، من ألف وتلاتين لواحد طول معين، عاوتاني تبقى غادي نتا كيما بغيتي. كنتمنى الدراري، والسلام عليكم، تشوفو فيديو جديد.